بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشرى المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صباح الخير. النهاردة يوم جمعة هادي، طبعا عشان أنا عايشة برا البلاد الإسلامية فيوم الجمعة عندنا مش أجازة رسمية، طبعا مش ويك أند، لكن بحكم ظروف شغلي بقدر أن أنا أخد اليوم ده على الهادي. يعني النهاردة الصبح مثلا كان عندي مكالمة تليفون مش محتاجة أروح المكتب، خدتها من هنا work from home، وبعد شوية هروح ميتنج روم عشان احضر ميتنج عندنا. المهم النهاردة افتكرت فيديو شفته من فترة طويلة عن طفلين في جنينة. طفل لابس شيك وحلو وجزمة جديدة وقاعد على ديسك في الجنينة و حزنان، والطفل التاني فقير وهدومه يعني مش ولا بد وجزمته مقطعة وبرضه حزنان. كل واحد فيهم في نفس اللحظة بيفكر انه كان نفسه يبقى مكان التاني، ولسبب ما اتحققت الامنية دي للاتنين والاتنين اتبدلوا. الطفل الفقير ابو جزمة مقطعة لقى نفسه قاعد على الديسك في الجنينة لابس الهدوم النظيفة والجزمة الجديدة، لكن مشلول مش عارف يتحرك. الطفل التاني اللي كان لابس كويس ومستواه المادي كويس لقى نفسه عارف يجري ويمشي ويتحرك لكن فقير. انا افتكرت الكلام ده لان في حد كذا حد بصراحة تعليقات مختلفة وإيميلات مختلفة، لكن الرسالة واحدة. أنا نفسي أبقى زيك، أنا نفسي أعيش حياتك، اتقالت لي كده صراحة. أنا نفسي أقرأ إنجليزي زيك، أنا نفسي أعمل كذا، أنا نفسي أعمل كذا. وده فكرني بموقف حصل لي من سنين. كان عندي ابني عنده سنة وشوية وانا حامل في ابني التاني، وبكلم صديقة ليا او كانت صديقة وانا بشتكي لها ان انا زعلانة قوي، ان انا حاسة ان انا اتأخرت قوي 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 في الكارير بتاعي، لان كل طفل الام بتحمل فيه بيبقى بياخد تقريبا من الكارير بتاعها حوالي سنتين. وطبعا لما الواحد يكون بيشتغل في شغل خاص قيمتك بتقل كتير قوي 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 مع عدم الشغل مع كل اجازه. وقاعده عماله بقولها مش عارفه هعوض الوقت ده ازاي، ومش عارفه اخلص الماجستير بتاعي، اول ماجستير اخده وكنت بعاني جدا جدا. فقالت لي كلمه مرعبه، قالت لي خدي كل اللي عندي، خدي الوظيفة والمنصب والعربية والمرتب، واديني كل اللي عندك، اديني الزوج والبيت والولاد. اتخضيت بجد، اتخضيت. لا اديكي لا يا اختي، روحي شوفي لك حد تتجوزيه وهاتي ولاد لنفسك، لكن ما تاخديش حاجتي وانا مش عايزة حاجتك خلاص. ليه بقى؟ في حاجة في البيزنس لكن اكتشفت انها في الحياة كمان تنفع، اسمها التريد اوفز. يعني ايه التمن اللي بتدفعه قصاد فايدة معينة بتحصل عليها؟ انا ساعتها ما شفتش غير اللي مش عندي، وظيفتي اللي انا اتأخرت فيها، الدراسة بتاعتي اللي اضطريت ان انا اوقفها،
عدم قدرتي المادية عشان مرتبي الصغير ان انا اجيب عربية كويسة، لكن ما شفتش اللي عندي، ما شفتش الحاجة الكويسة في حياتي اللي قصادها بدفع تمنها الحاجات دي، ما شفتش الزوج، ما شفتش البيت، ما شفتش الولاد. بالعكس، ده انا حسيت ان هم اخروني عن الكارير بتاعي، اخروني في الدراسة بتاعتي، وهم كانوا نعمة. اوعى تتمنى او اوعي تتمني تبقي مكان حد، لان احنا ما بنشوفش غير الصورة البراقة من حياة كل الناس اللي احنا معجبين بيهم، ما نعرفش ايه التمن اللي دفعوه قصاد ده. انا بعد خلاص ما جبت اولادي واستقرت حياتي، تعبت جدا 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 عشان اذاكر وعافر واحاول اعوض اللي انا كنت فاكرة ان هو ناقصني. دفعت مثلا تمن مثلا ان انا مغتربة بعيدة عن بابايا ومامتي واهلي، عندي حاجات لكن حياتي ناقصها حاجات. واوعوا تفتكروا ان في حد عنده كل حاجه. انا دايما بفكر نفسي ان انا اركز على اللي عندي، مش اللي ما عنديش. ولو فكرت في اللي ما عنديش وابتديت اكتبه لكم، هكتب قائمه طويله عريضه من الحاجات اللي ناقصاني. اوعوا تتغروا في حياه حد حاطط صور ان هو كان بيصيف في الحته الفلانيه، او عربيته كذا، او بيعمل كذا، او بيسوي كذا. ما تحسدوش حد، ما تحقدوش على حد عشان اللي عنده، لان انتوا ما تعرفوش ايه اللي مش عنده، ايه التمن اللي بيدفعه. يمكن لو عرفتوا التمن اللي بيدفعه هذا الشخص او هذه السيده تشفقوا عليها. اوعوا تقولوا انا عايزه حياتي تبقى زي حياه فلانه. اوعوا تقولوا انا اشمعنى فلانه. كلمه اشمعنى دي كلمه بلوه، كلمه بلوه، يعني بتفتح الباب لكل حاجة وحشة فجأة. كل الحاجات الحلوة اللي في حياتك ما يبقى لهاش طعم فجأة، كل الحاجات الجميلة الكويسة الإنجازات اللي في حياتك تبقى ما انتش مقدرها ولا مستمتع بيها. دي فكرة النهاردة اللي جاتني الصبح وانا بفكر، وبفكر نفسي وبفكركم. محتاجين نفكر بعض دايما ان قصاد كل حاجة بننالها في تمن بندفعه. ممكن التمن ده يكون وقت، جهد، حرمان من حاجة معينة. والتمن اللي أنا أقدر أدفعه مش شرط إن أنت تقدري تدفعيه. أنا ممكن أدفع من راحتي، من صحتي، من أي حاجة. أنت لو خيرتي تقولي لا 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 لا، أنا ما أقدرش أدفع التمن ده. افتكروا كده الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة اللي أنا بفكر فيها مش بتبقى اللي هي الحسنة اللي ربنا بيكتبها لنا، حسنة وسيئة والكلام ده، لأ. الحسنة أنا بعتبرها أي حاجة حلوة في حياتنا. يا رب ادينا كل حاجة حلوة في دنيتنا، وادينا كل حاجة حلوة في آخرتنا، وقنا عذاب النار، وتوفنا مع الصالحين والأبرار. فدلوقتي راح اخلص الميتنج بتاعي، وبعد كده هنروح الصلاة، صلاة الجمعة، ومش عارفة بقى، بس هو يوم هادي كده لطيف، ما فيهوش حاجة فيها اكسايتمنت ولا حاجة، يوم لطيف، وهبقى اخدكم معايا. اشوفكم كمان شوية. Thank you.
اختتم اليوم معاكم واقول لكم تصبحوا على خير. انا بحاول اجهز نفسي منتلي للويك اند. هنخرج هنقابل اصحابنا، هنخرج مع الولاد، ودي حاجات ببقى مجهزة لها وعمل لها بلان بحيث ان ما نفاجئش بيها، ونفكر ازاي ممكن ان احنا نتجمع مع بعض، ازاي نستغل الويك اند استغلال كويس وطيب، ازاي نشحن بطارياتنا عشان الاسبوع الجديد اللي بيبقى فيه شغل ومسؤوليات وتعب وكل الحاجات دي. من ضمن الحاجات، مش عارفة خدتوا بالكم مرة في فيديو من الفيديوهات قلت لكم ان انا لما مش بمشي على الروتين اللي انا عاملاه لنفسي الدنيا بتتدربك. فالمرة دي انا هتعلم الدرس وهحاول خلال الويك اند ان انا انظف اول باول في تاسك، تو تاسكس اكتشولي مجهزاهم لنفسي ان انا اعملهم خلال الويك اند ده. هحاول ان انا التزم ومش هكسل، ما هو مش عشان اجازة بقى يعني الواحد يكسل، لان ببساطة لما الواحد بيكسل الدنيا بتتدربك شوية. الحاجة التانية في الويك اند ده انا ناوية اخد بالي من نفسي، اعمل ماسكات، يعني اجدد شوية من الروتين التجميلي بتاعي، بحيث ان يعني عارفين لما بنطلع برا ونخرج والسترس والتعب، يعني بشرتنا بتتعب يعني بنبقى محتاجين حاجة نرتاح فيها. ودي حاجة انا بقولها للستات وللرجالة، لو انتي بتسمعيني وانتي متزوجة شجعي جوزك برضو ان هو ياخد باله من نفسه، وان هو يعني يعمل لنفسه مثلا مساج خفيف، انتي تعملي له مساج، هو يعمل لك مساج، بحيث ان يعني الويك اند ده تخيلوا كده ربنا ادانا يوم او يومين. دي حاجة عظيمة جدا، يعني دي حاجة مفيدة جدا جدا ان احنا يبقى عندنا 5 ايام بنشتغل ويومين نرتاح او
نريست حياتنا. عارفين ريست الناس اللي بتشتغل على الكمبيوتر؟ يعني يرجع السيستم في حياته لحالة الاستقرار. فهو ده، ان في الويك اند نرجع سيستم حياتنا لحالة الاستقرار. فكروا، شوفوا ايه اللي ممكن تعملوه في الويك اند. انا شخصيا في حاجات معينة بعملها، بحاول اقابل حد، ممكن ترتبوا ان انتوا تقابلوا حد من القرايب، حد من الاصحاب، تقعدوا في وقت مع بعض، يبقى وقت هدوء، يبقى وقت لعب، يبقى وقت ضحك، يبقى وقت لطيف. مش ان انتوا تقعدوا تتخانقوا وتحولوا الويك اند كده، يعني ليه لا، بالعكس نضحك ونهزر ونلعب ونلعب مع اولادنا. ولو انت شاب او انتي شابه، شوفي ايه اللي ممكن تعمليه في الويك اند بحيث انك ترجعي حياتك تاني للاستقرار. عشان هنبتدي الموضوع من اول وجديد في اول يوم. اللي عنده دراسة هيروح للدراسة، واللي عنده شغل هيروح للشغل، واللي قاعدة في البيت متزوجة هيبقى عليها التزامات وحاجات ومسؤوليات. فنغتنم الويك اند يا جماعة. تصبحوا على خير.